السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم معنا من جديد في قناه اي سي تي ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد النهارده ان شاء الله هنحل اكتوبر تيست من كتاب المعاصر وان شاء الله تبقى مراجعه على ثيم 1 لجريد 5 students تعالوا نشوف التست ايه الاسئله الموجوده فيه بوت رايت اور رونج The word cat needs four bytes in the computer system. احنا كنا اتكلمنا قبل كده قلنا the smallest unit of data هي البت. وال1 بايت فيها 8 bits. كل 1 بايت بتساوي 1 character يعني كل letter في 1 بايت. يبقى the word cat ال C تبقى ايه؟ 1 بايت والA 1 بايت والT 1 بايت. يبقى it needs 3 bytes not 4 bytes يبقى إجابة غلط The byte is considered the smallest unit of data لا طبعا The smallest unit of data هي البيت Wrong you must contact the internet service provider when the internet connection interrupted لما بيحصل اي مشاكل في الانترنت فاول حاجه ان احنا بقى بنجرب نعمل ريستارت للراوتر ونشوف مثلا نعمل ابديت مثلا اللي احنا بنستخدمه بتبقى في سوليوشنز كتيره جدا من ضمنها ان احنا نكونتاكت الانترنت سيرفيس بروفايدر او اللي هي الاي اس بي اللي هي زي شركه وي كده او فودافون او اورنج وريفر الشركه اللي بتدعم خدمه الانترنت اوكي يبقى صح The digital fridge is considered an example for internet of things كنا كنا قبل كده عن الانترنت of things وقلنا ان ليها examples كتيرة جدا ومن ضمنها اللي هي الفريج والواشنج ماشين يبقى طبعا اجابة صح Bluetooth is a networking technology that connects wireless mobile devices over a long range. لا طبعا إجابة غلط هي أه بت connect wireless mobile devices بس مش في long range في short range كنت قلتلكوا قبل كده إن إحنا كل ما بنبعد المسافة لو إحنا مثلا بنعمل connection لأي تو device بالبلوتوث مثلا بتبقى بيحصل في interruption في connection كل ما بنبعد فهي بتبقى short range يبقى غلط. The first step in solving problems is to find different solutions. لا طبعا أول يعني step في إن أنا أحاول إن أنا أصول أي problem حصل معايا في الكمبيوتر هي إن أنا أعمل identifying لل problem. فطبعا the first step in solving problem is identifying the problem. الإجابة غلط. If the browser is running slowly, make sure to update the applications. انت دلوقتي قاعد مثلا بتبراوز على الانترنت مثلا بتفتح مثلا سي جوجل كروم ولقيت فجأة ان البرنامج بطيء. فايه اللي انت بتفكر تعمله؟ او ايه الحلول اللي انت بتفكر فيها؟ ان انت مثلا اه تشيك ذا واي فاي سيجنال مثلا خلاص برضو لسه في مشكلة موجودة. Make sure to update the applications. يبقى اجابة صحيحة. the browser is working slowly because the external hard drive has a little room. طبعا لما بيكون البراوزر ده في مشكلة بيبقى في عندنا حلين ان احنا بنعمل تشيك للواي فاي سيجنال وبنشوف ان احنا ممكن نقدر نعمل ابديت للابلكيشنز دي يبقى طبعا البراوزر ملوش علاقة بالاكسترنال hard drive. يبقى اجابة غلط. اوكي. Okay. Choose the correct answer from A, B, C or D. 1 جيجا بايت إيكوال كام ميجا بايت طبعا 1024 سهلة جدا The school computer is an closed ولا open ولا easy ولا complex computer network طبعا اتكلمنا قبل كده عن الكمبيوتر لاب وقلنا ان هم بيبقوا فيه uh, information كتير جدا محتاجين يعملوا لها شير مع بعضهم فبتبقى closed computer network You must not if you can't solve a problem لو أنت مش قادر تحل problem عاوز ايدنتيفاي identify وحاولت تعمل find the solution وجربت طرق كتيرة جدا ولسه برضه مش قادر تحل problem تعمل إيه؟ ask a teacher or an adult for help The second step in the process of problem solving is إيه؟ إحنا قلنا أول طريقة في حل المشكلة هي to identify the problem طيب إيه بقى تاني مرحلة؟ think and plan ابتدي بقى ايه افكر واخطط ازاي هحل المشكله دي وبعد كده أجوب بقى ثرو البوتنشال سوليوشنز ابتدي بقى اجرب الايه الحلول يبقى thinking and planning. The note helps to read using braille terminal and get to get the documents on the computer. ايه الحاجه اللي بتساعد الناس اللي هم عندهم عدم القدره على ان هم يشوفوا ان هم يقدروا يستخدموا الكمبيوتر؟ كنت قبل كده جبت لكم فيديو عن آآ واحد من البيبل People of Determination عنده عدم القدرة على إن هو يشوف، كان بيستخدم سوفت وير اسمه السكرين Screen Reader علشان يقدر إن هو يستخدم الكمبيوتر بكل سهولة. يبقى Screen Readers. أوكي. Okay. ده first step while solving the problem is to نقط the problem. أول حاجة، أول حاجة قلتها كذا مرة كتير قوي لما إحنا نيجي نحل المشكلة is to identify the problem. Okay, the node is used as a gateway to link the computer network to the internet service provider. إيه الحاجة اللي بقدر من خلالها إن أنا أوصل الإنترنت أو اللينك اللي ما بين الكمبيوتر والـ ISP؟ إيه هو؟ الجيت هو الراوتر. الراوتر هو اللي بيقدر يوصل لي الإنترنت من الـ ISP للكمبيوتر. أوكي. Okay. طبعا إجزام سهل قوي محتاجه منكم ان انتم تحلوا الاول لحدكم ولو حد مش فاهم اي حاجه فيه هبتدي ان هو يفتح الفيديو ويشوف ليه هو غلط في السؤال ده اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته